أهلا بكم من جديد، والبداية مع الشأن المحلي، حيث أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد حميدان أن الوزارة تواصل تطوير مشاريع التوظيف للبحرينيين بصورة مستمرة، حيث يعمل المسؤولون على إعادة دراسة تلك المشاريع والأخذ بالجوانب الإيجابية فيها. هذا وسيتم افتتاح مركز جديد للتوظيف والتدريب في منطقة الجفير لخدمة أهالي محافظة العاصمة من الباحثين عن عمل وتقديم خدمات الوزارة الشاملة في مجالي التوظيف والتدريب، فضلا عن التأمين ضد التعطل والإرشاد الوظيفي إلى جانب خدمة أصحاب الأعمال. وكان وزير العمل قد أعلن عن افتتاح مركز التوظيف الجديد خلال زيارة إلى منطقة أم الحصم، والتي أكد خلالها دعم الحكومة الموقرة لمختلف مشاريع إدماج الكوادر المؤهلة في سوق العمل، فضلا عن المشاريع الأخرى منها المتعلقة بتوظيف المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في كافة المواقع الإنتاجية. نظمت لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شركة KPMG ندوة حول إدارة الشؤون المالية ونمو الأعمال. وقد تطرقت الندوة إلى خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات من شركة KPMG وبحث كيفية مساعدة الشركات في إدارة إجراءاتها المالية بكفاءة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الشركات حاليا وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. كما استعرضت الندوة البوابة الإلكترونية المؤسسية الخاصة بالشركة، والتي أطلق عليها مركز KPMG التعليمي، حيث ستقدم هذه البوابة مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية على شبكة الإنترنت لكافة الشركات عبر مختلف القطاعات. هذه الندوات مهمة جدا، حملات توعوية، وخاصة KPMG فخره يعني من الشركات المعروفة الدولية. حبينا ان احنا نتعاون معاهم في 3 محاور اليوم يتكلمون عنه، اللي هو المحاسبة. وهذا نظام المحاسبة وايد مهم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، لأن مثل ما نعرف احنا المؤسسات الكبيرة اوريدي عندهم بانتظام الأعمال حسب النظام المحاسبة عندهم. هاي برنامج جديد يخدم هاي الشريحة وتقديم الأفضل مساعدتهم خصوصا في المحاسبة وأهمية المحاسبة. وإحنا بعد مقبلين على الضرائب العام القادم، وهم بعد فينا استغلنا الفرصة في تسليط الضوء على الضرائب واحتياجات المؤسسات. بالإضافة إلى عندنا بعد خدمات جديدة أو منتج جديد وهو التدريب. أكدت شركة طيران الخليج على العلاقات الطويلة التي تربط الشركة بالسوق السعودي. جاء ذلك خلال إطلاع ممثلي وكالات السفر والسياحة في مدينة جدة على آخر تطورات الشركة ومبادراتها التي تركز على العملاء. وكان طيران الخليج قد دشنت حزمة من المبادرات التجارية لمسافريها، تضمنت خدمة الدفع المسبق للمقاعد والوزن الزائد ودخول قاعات الصقر الذهبي بهدف تسهيل السفر على المسافرين وإعطائهم تحكما أكبر في اختيار الخدمات المتعلقة بالسفر. والآن مشاهدينا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل نشر مشاهدينا مع قراءة لأداء البورصة الخليجية لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونلاحظ في الشاشة أن معظم الإغلاقات أغلقت باللون الأحمر. ونبدأ من السوق المالية السعودية التي كانت بخلاف الغالبية وأغلقت بارتفاع كبير نسبته 0.5 نقطة مئوية، وتجاوزت حاجز 7100 نقطة ب45 نقطة، وذلك لتصدر ارتفاع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وإنتاج الأغذية في السوق السعودية. البورصة الكويت أغلقت على انخفاض بتراجع نسبته 0.1% عند مستوى 6829 نقطة، وذلك عاد لانخفاض أسهم قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية. نتحول إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق بتراجع طفيف جدا أقل من 0.1 نقطة مئوية عند مستوى 4588 نقطة، متأثرا بنشاط أو بتراجع نشاط أسهم قطاع البنوك وأيضا الخدمات.
سوق دبي المالي سجل أيضا تراجعا، وذلك بنسبة أكبر من سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية عند مستوى 3647 نقطة. ويعود سبب الانخفاض لضعف التداول على أسهم المدرجة في قطاع الخدمات وأيضا قطاع العقارات، في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا كان الأكبر في تداولات هذا اليوم بنسبة تجاوزت 17 نقطة مئوية عند مستوى 5005 نقاط بسبب تراجع كافة مؤشرات البورصة وعلى رأسهم المؤشر المالي. بورصتنا المحلية مشاهدين أيضا تراجعت على انخفاض، ولكن بانخفاض طفيف جدا أقل من 10 نقطة مئوية عند مستوى 1323 نقطة، وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مشاهدينا 2,697,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 516,000 دينار تم تنفيذها من خلال 39 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع التأمين، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 70% من القيمة الإجمالية للأسهم.